صباح الخير حبوباتي، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي كتجي رائعه، ديال الجزر وديال القرقاع. فدابا ان شاء الله غادي نقول لكم شنو هو المقادير اللي كنحتاجو يا البنات. كيف ما كتشوفوا كنحتاجو واحد ثلاثه البيضات، كنحتاجو هنا واحد الخماره. البنات بالنسبه للخماره كاين في المغرب 7 غرام، فاحنا عندنا هنايا 15 غرام، يعني تقريبا نتوما غديروا جوج خمارات، فانا خماره هنا واحده كافيه. كنحتاج البنات كاس ديال الحليب كما كتشوفوا، كاس ديال الحليب، كنحتاجو واحد كاس ديال الزيت، كنحتاجو واحد الكاس ديال السكر سنيده، وكنحتاجو واحد نص كاس هنا ديال القرقع، كنحتاجو واحد جوج ديال الدقيق ديال الفورص، وكنحتاجو واحد المعلقه كيف ما كتشوفوها ديال القرفه، وكنحتاجو البنات هنا واحد زليفه هنايا ديال الجزر محكوك كيف ما كتشوف. اول حاجه البنات غادي نديروها هي غادي نشدو ان شاء الله غادي نديرو البيض. بسم الله، وغادي نديرو يا البنات معها السكر سنيده. انا اليوم غادي نخدم غير بالطراب اليدوي، اللي بغى يدير الطراب ديال الضو يخدم به، يعني كل واحد حسب الرغبه ديالو. جربوها يا البنات غادي تعجبكم صراحه. طبعا كنديروا واحد القبصه ديال الملحه من الضروريات. في هذه الاثناء البنات انا كنوجد فيها، انا مشعل الفران وناقص عليه، شاعل عليه من تحت وناقص عليه، ومجده الطاوله اللي غادي ندير فيها هذه الكيكه. دابا غادي نحطو الحليب، كاس ديال الحليب، وغادي نحطو كاس ديال الزيت، وغنحطو معلقة ديال القرفة. غنبداو نضيفو يا البنات الدقيق، وغادي نديرو خمارة. بالنسبة للقرقع والجزر كنخليه هو آخر حاجة في الإضافات ديال الكيكة. كيف ما قلت لكم نتوما غديرو جوج خمارات، لأن هاد الخمارة اللي عندي أنا هنايا 15 غرام، وانتوما هناك في المغرب كاينة 7.5 غرام، فيا يعني يا دوب أنا غادي ندير هنايا غير خمارة وحدة. حاولوا تخلطوا مزيان باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات ديال. وغادي ندير يا البنات كاس تاني.
شوفوا بان القوام ديالها هو هذاك. دابا البنات غادي نضيفوا نص كاس ديال الكركاع، نخلطوا حتى هو. ونضيفوا زلافه ديال الجزر. سهله يا البنات، ما تاخدش بزاف ديال المحتويات. وغادي نخلطوها مزيان. هكا كنكونو خلطناها مزيان كما كتشوفوا. دابا غادي نجيبو طاوة. كيف ما قلت لكم انا الطاوة راني جهزتها، دهنتها شوية ديال كيف ما كتشوفوا شويه ديال الزبده، ودرت عليها الفورص. دابا غادي نخوي وندخلوها للفران. كما كتشوفوا كدير لها هكا باش تفرغوها من الهواء اللي كيكون. دابا نطلقوا ان شاء الله من بعد ما ندخلها الفران البنات، باش نوريكم ان شاء الله شنو غادي نعمل في التزيين ديالها من الفوق. خليكم معايا. بالنسبه للبنات الكلاصاج اللي غادي ندير فوق الكيكه، كنحتاج هنا واحد 100 غرام ديال الشوكولات نواغ. هانتوا البنات راه هنا كاتبين لكم العبار، هنايا 10 غرام، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 غرام ديال الشوكولات نواغ كيف ما كتشوفوا. وعندي هنايا واحد الياغور بنكهه حتى هو بنكهه ديال الشوكولات. وكنحتاج واحد ربع كاس ديال الحليب وواحد المعلقه ديال الزبده. دابا البنات هاد الشوكولات عندي هنا غادي نذوبو في حمام مريم، وعاد من بعد ان شاء الله غادي نتلاقاو. هانتوا البنات كيف ما كتشوفوا بانها راه طابت، حتى انا درت ليها هنا الشطه من الداخل واش طيبه طيبه حتى من الجناب محمرين. دابا البنات غادي نبداو نصوبو الكلاصاج ديالها. كيف ما قلت لكم غادي نحطو الشوكولات النواغ، 100 غرام ديال الشوكولات النواغ غادي نحطوها بانها تذوب في حبه مريم. ومن بعد انا معاكم. دابا غادي نجيب الشوكولات باش غادي ان شاء الله نبدا نصوب الكلاصاج ديالها. وها انتم معايا، هانتوا البنات كيف ما كتشوفوا معايا الشوكولات هنا راه داب 100 غرام. غادي نزيدو ليه ربع كاس ديال الحليب بحال هكايا. نزيدو الزبده، معلقه ديال الزبده، شوفوا. دابا غادي نضيفوا كاس ديال دانون بالنكهه ديال الشوكولات نواغ. بعد ما ضفنا دانون خلطو مزيان. باش غادي ندير الحلوى،
عملت واحد بوباتي زوقتها بالقرقاع، درت ليها الكلاصاج وزوقتها بالقرقاع. غادي نقطع معكم واحد الطريف ومن بعد غادي نحطها في الثلاجه. سهله مهله يا البنات وغادي تعجبكم، جربوها. باقا سخونة يا البنات، هانتو داخل طيبة رائعة. عرفتيو هاديك الريحة ديال القرفة؟ منقولش ليكم عليها كي دايرة. هانتو البنات من داخل رائعة وطيبة، يعني ماشي شي نقولو خضرا ولا عرفتي داك المذاق. غندوقها معاكم دابا المذاق، ديك الريحه ديال القرفه. واعره يا البنات، خطيره. هنشوفوا من الداخل، ندير شوفوا نديرها معاكم هكا. شوفوا من الداخل طيبه، عرفتي واحد الروعه، واحد المذاق ديال ما شهيتكم فيها، المذاق ديال الخشية دابا غير في الثلاجة لأنها باقا سخونة. رائعة يا البنات رائعة، نتمنى بأنكم تجربوها وغادي تعجبكم 100%. هانتي نقرب لكم الكاميرا، هانتو من الداخل يا البنات، عرفتي راها طايبة وزالعة، وطريفة تاع القرقع اللي فيها من الداخل منقولش ليكم عليها يا البنات. مهم هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات، نتمنى بانه يكون نال اعجابكم، تلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر او في فلوغ اخر. انا حبيت نقرب لكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. جربوها على حسابي البنات، غادي تعجبكم على حسابي، عرفتي راه ديروها لصحابكم ولحبابكم لوالديكم، غادي تعجبهم غادي تعجبهم. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، تلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر او فلوغ اخر. خليت لكم الراحه مع منسي مروه.